كامل. انا قدام دلوقتي غرفه القراصنه. ايه غرفه القراصنه دي يا جماعه؟ احنا طبقنا قصه القراصنه اللي حولناها ان هي تبقى شكل في كونسبت متكامل لغرفه نوم اطفال. غرفه نوم اطفال كويس كامله بتحولك ان انت تعيش القصه كامله من اول ما بتنزل البحر لحد ما بتلبس هدومك تاني يوم للمدرسة. أنا شايف مدافع، في مدافع يعني. إحنا حركنا كل حاجة لدرجة إن إحنا عملنا سيموليشن كامل إن أنت توصل إن أنت لو عايز تبص على الغرفة بشكل متكامل هتشوف أدق التفاصيل اللي موجودة. السرير إحنا ممكن نستخدمه استخدامين، ممكن السرير هيبقى وان ديك لطفل واحد، أو لو أنا عندي طفلين ممكن يستخدموا نفس السرير بشكل مختلف. السرير ممكن يبقى ليه تطبيق تاني ان هو يتعمل صحارة للتخزين او الحاجات التانية. ليه؟ لان احنا عارفين البيوت المصرية ممكن تستخدمها في حاجة كتير. حتى الدولاب نفس الوقت نفس الشكل، وكمان ليه ترابيزة كمان بالضبط كده، لان احنا عاملين وحدة تخزين منفصلة. واو حلوة أوي. تقدر تستخدمها برضو نفس الموضوع بحيث ان انت تستخدمها جزء للكرسي والجزء التاني لعملية التخزين. طبعا بقى احنا مصاحبنا تاني الشكل العام مع المكتب الاضافي اللي في حتى كمان المكتب المذاكره كده بالتفاصيل اللي انت ممكن تقدر تحط فيها كل تفاصيلك الشخصيه مع ان انت بتعيش الستوري كامله. ده المكتب المذاكره بقى يعني متكامل مع الغرفه. تمام. حلو الفكره. يعني ليه الفكرة دي؟ ليه الفكرة مبتكرة؟ لأن احنا عايزين نكسر التقليدية في أن انت الطفل ما يبقاش عايش في غرفة نوم تقليدية. غرفة نوم التقليدية دلوقتي بقت بتحس أن هي سهلة جدا أن انت تعملها، بس ما فيش حاجة تخليك دايما عايش قصة مختلفة. بدليل أن احنا عندنا أنواع كتيرة من غرف النوم اللي موجودة في كل فروعنا المنتشرة في القاهرة. أن احنا غرفة نوم سيارة حاجات عربيات بقى والكلام ده كله. الأفكار دي كلها يعني أفكاركم أنتوا كمصريين بالظبط كده، مصممين مصريين. مصممين مصريين كويس قوي. تمام. وبتبتدي تتحرك في بعض الأكسسوارز اللي مش عندنا إن احنا بنطلعها إن هي تتعمل خارج مصر. فكرة بس كل التصميمات كلها داخلية.